أخبار اليوم. دي الجبلية الملك منشئة سنة 1867 لأنشأها القديو إسماعيل الملك فاروق. دي عبارة عن مكان مطعم بالشعب المرجانية ومعمول زي كحتة من قاع البحر. المكان دوت فيه مكان من جوه اللي هي القاعة الملكية والكراسي الملكية. دي مكيفة تكييف طبيعي، درجة الحرارة بتاعتها ثابتة صيف أو شتاء 25 درجة ما بتتغيرش، هي حاجة معمولة بطريقة هندسية معينة. الجبلية طبعا كلها بتحطها شلالات المية من كل الاتجاهات فيها، من أي اتجاه في الجبلية بيحط شلالات المية. وطبعا هي كلها مكسوة بالخضرة والصبار. هي كانت أساسها قبل ما تبقى حديقة حيوان كانت هي عبارة عن حديقة نباتية. كانت أول ما أنشئت فضلت حديقة نباتية من سنة 1867 لحد 1890. من سنة 1890 بدأت تبقى حديقة حيوان يدخل فيها موجود حيوانات. دي يعتبر من أول الأماكن اللي أنشئت في الجبلية. فنتفضل نخش دلوقتي نشوف الجبلية.